السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد بنتكلم فيه على الماب ريديوس. هنتكلم فيه على تفاصيل الماب ريديوس، هنخش في الكود، هنتكلم في التفاصيل، وانا عندنا ديمو في الاخر ناخد الاكزامبل اللي كنا اشرنا عليه من فتره وهنشرحه بشكل مفصل. طيب، هنعمل ريكاب على احنا شرحنا ايه المره اللي فاتت. احنا قلنا المره اللي فاتت ان هدوب عنده 3 main component، وان اول حاجة هي ال HDFS اللي هو الفايل سيستم، واشرنا للناس اللي بتقول هل هدوب هو مات ولا ماتش، وانا كنت جاوبت على السؤال ده قلت قبل كده ان غالبية الناس شغالة على كلاود غير مش بيستخدموا هدوب، بيستخدموا حاجات تانية، بس ستيل لو حد شغال اون بريمس غالبية الناس دلوقتي لسه عندها كلاودير او هوتن ووركس ديستريبيوشنز، وان هدوب هو المين فايل سيستم بتاعهم. في جي بي اف اس في حاجات تانية بتاعت اي بي ام بتاعت شركات تانية، في ماب ار بتاع شركات بتاعت ماب ار عندهم فايل سيستم تاني، بس المهم ان جنرال يعني هدوب هو المين فايل سيستم. بعد كده قلنا وبيستخدم في التخزين طبعا داتا بشكل ديستريبيوتد وبكل المواصفات شرحناها قبل كده. طيب بعد كده الخطوه الثانيه قلنا ان احنا عندنا اليارن، قلنا ان هو اللي يت انذر ريسورس نيجوشيتور، وان هو مسؤول على الريسورس مانجمنت وشرحناه بالتفصيل المره اللي فاتت برضه. طيب بعد كده اصلا الخطوه الثالثه هي ماب ريديوس. ماب ريديوس هي البروسينج انجن بتاع هدوب، بس نيجي للنقطه اللي الناس برضه سالت فيها ونجاوب على السؤال، ليه احنا بنشرح ماب ريديوس؟ يعني هل في حد حاليا بيستخدم جافا ماب ريديوس او الاي بي اي ساعتها؟ لا، قولا واحدا يعني نسبة 99% لا. طيب ليه ممكن حد يكون مهتم يعرف ماب ريديوس؟ اي حاجة هاي ليفل اوفر هدوب او اوفر يعني ديستريبيوتد سيستمز تانية بتستخدم نفس النطاق او نفس الاسلوب اللي ماب ريديوس بتستخدمه، نفس الكونسبت. بس المشكلة الوحيدة انك انت بتكتب مثلا سبارك وهو بيعمل الحاجات دي in between، انت مش عارف اللي بيحصل ايه، ان سبارك higher level، لكن انت لما تيجي تكتب ماب ريديوس الاول تعرف التفاصيل ايه اللي بيحصل وتبقى فاهم التفاصيل، تعرف ايه هو الماب، ايه هو reducer، ايه هو driver، ايه هو combiner، ايه هو البارتيشنر والزينما كاستور بارتيشنر والاندكس، كل تفاصيل الشرحة دي، وتيجي تكتب بقى كود سبارك، ده هيفرق ما بين انك انت فاهم ولا مش فاهم. مش عايز اقول ان 100% من الانترفيوهات لازم تتسال في ماب ريديوس بصفه تفاصيلها، هتقول لي يعني ليه؟ لان هو في احيانا الناس الشركات الكبيره احيانا عندهم ليفل انك انت تكتب كاستم كود ممكن توصل لليفل اللي هي لو ليفل في الهاير ليفل زي سبارك، ساعات بتنزل لكاستم اوبتمايزيشن. عشان كده احنا بنشرح ماب ريديوس باستفاضه، هناخد فيها حوالي 5 فيديوهات بس، الفيديو ده في نظري شويه، بعد كده الفيديوهات الجايه كلها هتبقى كودينج. اوكي طيب، اول حاجه احنا بنشرح النهارده انتدكشن تو هدوب ماب ريديوس اي بي اي. احنا مش بنشرح ماب ريديوس بس على هدوب اي بي اي، ممكن يبقى في اي بي اي ثانيه بس هنشرح على هدوب وجافا اي بي اي تحديدا يعني. اوكي طيب، احنا عندنا البيزك ايديا بتاعت ماب ريديوس شرحناها قبل كده، عندنا ثلاث حاجات، عندنا ماب، عندنا شافل او جروب او بنسميها الماب انترميديت، وعندنا ريديوسر او ريديوس. طيب التلات خطوات دول كنا ادينا اكزامبل جميل جدا بنشرح بيه الفكره دي. قلنا تخيل انك انت عندك مطعم عايز يعمل سندوتشات كفته مثلا، حلو، او ايا كان نوع سندوتشات، حلو، والسندوتشات دي انا عندي عيش وعندي طماطم وعندي خس وبصل وفلفل والكلام ده، وعايز اصرف اخر سندوتش، ازاي اعمل الكلام ده بشكل موزع وبشكل سريع؟ لان انا حل بسيط جدا، انت كل اللي محتاجه اول حاجه نعمل اول خطوه للماب، ماب اللي انا اقطع العيش مثلا، فما يخش لي ايا كان، يخش لي عيش هطلعه هوزع العيش ده على وركر معين في عامل معين يمسك وظيفته اقطع العيش، واحد اتنين اقطع الطماطم، يطلع لي الشكل اللي انت شايفه ده اللي هو العيش متقطع، الطماطم متقطعه، الخس متقطع، هكذا. طيب بعد كده الخطوه اللي بعدها هيجي واحد تاني، يعني بعد ما كل واحد يطلع، تخيل ان عندك 5 6 عمال، واحد فيهم طلع العيش، واحد طلع الطماطم مثلا، في واحد تاني بعدهم بياخد بقى، هو عارف ان كل سندوتش في حته رغيف عيش وفوقيها طماطم، فده اللي هيحصل ان هو المحط الشافل او الجروب، حلو، اللي احنا بنسميها في بيجز برضه اللي هي شافل اند سورت، بياخد بقى العيش والطماطم والخس كل الكلام ده مع بعض، ده شافل اند سورت. بعد كده يجي اخر مرحله، اخر مرحله ايه؟ اللي هو التعبئه، ان انا اعبي كده الريديوس ده كله او احطه كسندوتش يطلع للناس. كانت شرحناها قبل كده، ف
اعتقد الفكرة واضحة يعني. ممكن حد لو عايز يشوف الفيديو ده او التفصيلة دي بشكل اوضح يرجع للفيديو شرحنا فيه الحتة دي. طيب كان نرجع قلنا برضو الكلام ده قبل كده، احنا قلنا تخيل بشكل عام لو انا عندي مثال عايز مثلا اوزع اعمل ابر كيس للتكست وعندي فايل بيحصل سبليت للفايلز دي، وبعد كده الانبوت فايل يحصل له سبليتس، وكل سبليت بيحصل لها بتوزع على الماشينز وبعد كده بيطلع لي الاوتبوت. ده اللي احنا شرحناه. بعد كده قلنا ان احنا قسمنا الخطوات دي لتلات عمليات، اول ما عمليه اللي هي الفايل سبليت، بعد كده وزعنا ان في مانجمنت بوكس او حاجه بتوزع، وعندنا البروسيسنج نودز. تمام. طيب بعد كده قلنا ان احنا نفس المثال ده ان احنا لو جينا شفنا الخطوات هنلاقي عندنا في السبليتس داخله وتوزعت على النودز، والنود دي كل نود جواها الانبوت سبليت حصل لها الماب فانكشن طلعت الاوتبوت في نفس الكلام ده. وبعد كده عندها شفل انسورت اللي هي جمعت ورتبت الحاجه اللي هي الكلمات، اخذت مثلا نفترض تعال ناخد ذا مثلا، فاخذت ذا من هنا وذا من هنا حطهم ذا 1 1 وبعد كده دخلتهم للريديوسر وطلع لي الاوتبوت اللي هي ذا 2 از يعني وورد كاونت اكزامبل. طيب الكلام ده شرحناه بكده عشان بجو فورد على الكلام ده بشكل سريع عشان الكلام ده شرحناه بكده. تمام. نيجي بقى للخطوات. طيب ده الكلام ده هو الشكل خلينا نقول ايه بشكل يعني ايه مبسط، بس تعالوا نشوف بقى يعني تفصيلا الدنيا بتمشي ازاي. الدنيا بتمشي ازاي، انا عندي فايل، الفايل ده بيبقى ليه فايل او فايلز، فايل او سبليتس يعني، بيبقى ليها فايل انبوت فورمات. يعني في حاجه اسمها فايل انبوت فورمات للفايل ده، نفترض سي اس في، حاجه اسمها سيكونس فايل، افرو، باركي، وات ايفر. اوكي. طيب بعد كده السبليتس دي، الفايل ده متقسم سبليتس، عندي سبليت 1 سبليت 1 سبليت 1 المفروض 2 3 بس يعني انا اقصد دي 1 سبليت يعني. بعد كده لما الفايل ده بيخش في حاجه اسمها ريكورد بارسر، ريكورد بارسر ده هو انا بقول له مثلا ان الفايل ده سي اس في او باركي او كي فاليو سيكونس فايل وات ايفر، بيخش له الفايل ده فهو عارف ايه الانبوت فايل ده، فبقول له ريكورد داخل ده عامل ازاي. بعد كده الريكورد بارسر ده او البارسنج دي بيبقى عندي خطوه اسمها المابر، هو مسؤول على الخطوه بتاعت مابنج هشرحها من شويه. بعد كده في النص في خطوه اسمها كومباينر، هو هنشرح ايه هو الكومباينر بعدين، بس الكومباينر دي خطوه بتحصل عند الماب يعني في الماب سايت في الجزء اللي هو ده هوت، هنشرحها هي بعد ايه، هي مسؤوله ان هي بتعمل ريديوس للداتا بس هنشرحها بعدين. بعد كده بارتيشنر، في خطوه تانية اللي هي بتبارتيشن الداتا ماشي. بعد كده بيحصل حاجه اسمها الشفل انسورت، بعد كده بيحصل ريديوسر، كالف اوتبوت فورمات بنحدده، بعد كده الفايل اوتبوت. تقولي ايه ده انت يعني في حاجات انت بتقول كومباينر وبارتيشنر وشفل انسورت واوتبوت فورمات وانبوت فورمات، احنا مش هنشرح الكلام ده، ما هو ده هي دي الخطوات اللي احنا هنشرحها الفتره الجايه. طيب ناخد اول حاجه فيهم هو ايه، الماب وريديوس. احنا عايزين نشرح الماب وريديوسر النهارده ماشي، وازاي ده بيتم. يعني احنا لما نيجي نشرح الاكزامبل النهارده احنا مش هنشرح كل التفاصيل، هناخد بس المابر وريديوسر ونفصصهم هما وحاجه كومبوننتات معاهم. طيب لما نيجي نشوف ان احنا عندنا وورد كاونت اكزامبل سيمبل زي اللي شرحناه من شويه ده، وورد كاونت اكزامبل بيتكون من ايه؟ عندي تلات حاجات، اول حاجه الدرايفر، تاني حاجه المابر، تالت حاجه الريديوسر. طيب تعالوا نخش بقى تفصيليا نفهم الدرايفر ده في هدوب شغال ازاي. اول حاجه طيب الدرايفر ده عباره عن ايه، بتسمع كلمه درايفر، الدرايفر ده عباره عن ايه؟ الدرايفر ده هو الكلاينت، هو الكود اللي بيرن على كلاينت ماشين عشان يسبميت او عشان كونفيجر ويسبميت جوب بتاعك. فتقدر تقول ان هو العقل المدبر للجوب بتاعتك، هو بيقول ايه اللي هيحصل في الجوب بتاعتك. اوكي. طيب الدرايفر ده من ضمن الحاجات اللي بيعملها عشان يكون فيجر الجوب ان هو بيكريت، انا لما هلاقي حاجه وورد يعني اوبجكت او حاجه نيم هتلاقي عامله بالاصفر بولد كده بلون مختلف شكل مختلف، يعني دي كده ده كده اسم كلاس. حلو. طيب فلما تلاقي بعدين اي حاجه صفه ده معناها ان هو لون ده اسم كلاس واحنا هنتكلم عليه ماشي. طيب الدرايفر عشان يكون فيجر الكود بتاعك هو بيكريت اوبجكت من كلاس اسمه جوب. حلو. فهو بيبقى فيه جوب اوبجكت من الكلاس ده اللي هو الكلاس ده لو بيمبلمنت جوب كونتكست في الانترفيس. طيب ايه الجوب كلاس ده، يعني ايه جوب اوبجكت ده بيعمل ايه؟ الجوب اوبجكت ده هو مسؤول عن الكونفيجريشن بتاعت الجوب بتاعتك، بتاعت الاي تي ال، بتاعت الوورد كاونت اكزامبل بتاعك. زي ايه مثلا؟ هنشوف دلوقتي. الحاجه الثانيه اللي الدرايفر بيعملها هو بيسبميت الجوب للكلاستر، والله بيروح للكلاستر يقول له انا عايز اعمل ماب ديوس وورد كاونت للفايل ده شكسبير فايل مثلا هنشتغل عليه النهارده. طيب بعد كده ايه تاني؟
عشان هو اللي رانر او هو الكود اللي بيرن على على كلاينت ماشين، فهو بيبارس الكونفيجريشن اللي انت باصي البارامتر للفايل. نفترض ان باصي فور اكزامبل مثلا انبوت فايل، بقول له اقرا شكسبير ده، واوتبوت فايل حطه لي في هدوب مثلا وير هاوس فولدر. فهو ده اللي احنا ده احد الحاجات اللي درايفر بيعملها. طيب احنا هنشوف الاخر، عندنا اكزامبل هنفصصه حته حته. اوكي طيب الجوب كونفيجريشن بقى، احنا خدنا بقى الجوب ده، تعال نشوف بقى الجوب كونفيجريشن دي اللي هي ايه. الجوب اوبجكت ده بيقلو ان احنا نعمل ايه، ان احنا نسيت الكونفيجريشن. زي ايه الكونفيجريشن؟ نقول له المابر كلاس والريديوسر كلاس. يعني اقول له والله انا عايز المابر كلاس بتاعي هو اللي بيعمل وورد كاونت، اللي هو مثلا لو دخلت له لاين اوف تكست مثلا في مصطفى علاء، هيروح عامل مصطفى اند 1 وعلاء اند 1. هو ده الريديوسر، هو ده المابا هيعمله مثلا. الريديوسر هذا الكلاس اللي هو بيعمل سم مثلا. فهو انا عايز اكونفيجر اقول له انهي المابا كلاس بتاعي وانهي الريديوسر كلاس بتاعي. هو ده اول حاجه بيعملها. طيب الحاجه الثانيه، هو بيست برضو عن طريق الحاجه دي المابا ده اسم كلاس في هدوب والريديوسر اسم كلاس في هدوب. قلنا اي حاجه صفر لونها اصفر كده ده معناه ان هو ده اسم كلاس. حلو. طيب المابر بقى بقدر انها سيت المابر انبوت اند اوتبوت كيز دات اند فاليو. طيب المابر مابر كلاس بيخش له كي وفاليو. الكي مثلا نفترض هو الاوفست بتاع الفايل بتاع اللاين في الفايل. مثلا نفترض عندي فايل فيه تو لاينز، فكل لاين هو بدايته كي، الكي دي هو الاوفست بتاع اللاين. يعني نفترض ان انا عندي نبسطها كده، انا عندي فايل فيه كلمتين سطرين، كل سطر فيه كلمتين، كل كلمة حرفين. فتلاقي مثلا نفترض ان اول لاين هو زيرو، بعد كده نفترض مثلا هيتعد نفترض كلمتين كل كلمة حرفين، تلاقي مثلا ان لاين تاني مثلا نمبر الاوفست بتاعه رقم 6 مثلا، فهتلاقي ان هو زيرو مثلا واللاين ده وستة واللاين ده. ده نفترض الكي هو انتجر مثلا الاوفست اي دي، والتكست هو الفاليو بتاعتي. طيب ممكن يكون انبوت، لا هو الانبوت مش اي دي وتكست، ممكن تكست وتكست ان كان الكي. يعني انا اقصد نوع يعني ايه الانبوت وايه الاوتبوت بتاعي. برضو الاوتبوت بتاع المابا هيبقى شكله عامل ازاي. المابا مثلا افترض دخلت اي دي يعني اي دي واوفست اي دي وتكست، هتطلع لي تكست والكاونت مثلا 1 مثلا افترض. حلو. فده الانبوت تايب والاوتبوت تايب. فهبقدر اسد ده عن طريق ايه، عن طريق الدرايفر. طيب ايه تاني؟ بقدر نفس الكلام الريديوسر، بقول له الريديوسر هيخش له داتا شكلها عامل ازاي ويطلع داتا عامل ازاي، نفس الكلام في المابر. طيب ايه تاني في الكونفيجريشن بنحتاج نعملها؟ بنقدر نقول له ايه الفايل انبوت والاوتبوت دايركتوري. بقدر اسيت الكلام ده هوت في جوب كونفيجريشن. طيب بقدر اسيت الكلام ده ازاي؟ في حاجه اسمها الفايل اوتبوت فورمات. بحط السيت اوتبوت باث، بحط له الايه الريديوسر اوتبوت باث، الباث اللي الريديوسر هيطلع فيه الفاينل اوتبوت بتاعه. عشان نكون فاهمين برضو، بس مش في الوورد كاونت اكزامبل، ممكن يكون الوورد كاونت اكزامبل بتاعتي او في اكزامبل تاني يكون عندي يعني تشين اوف ماب ريديوس. يعني ايه؟ يعني في ماب ريديوس والاو بتاع الريديوس ده هو انبوت لماب تاني. انا مش بتكلم على الاكزامبل ده دلوقتي، انا بتكلم تخيل عندي ماب ريديوس بس، والريديوس ده الاوتبوت بتاعه هو الفاينل اوتبوت. تمام. فساعتها بحط الاوتبوت بتاع الريديوسر في الكيس دي، ماشي؟ لان يعني ممكن يكون الاوتبوت بتاع الريديوس هو انبوت لماب تاني، ودي هنتكلم عليه لسه بعدين، بس خلينا نركز في الحته دي. تمام. فالجزء ده انا عندي دلوقتي اقدر كونفيجر الاوتبوت باث بتاع الجوب بتاعتي هنا اهوت، ماشي. طيب ايه تاني؟ جوب كونفيجريشن برضه ممكن احط الانبوت باث، بقول له والله اقرا لي الداتا اللي موجوده في الباث ده، بدي مثلا وير هاوس سيلز مثلا. حلو. طيب حاجه تانية من المميزات بتاعت هدوب ان انا ممكن ان انا استخدم حاجه اسمها هدوب جلوب باترنز، ان انا اقول له والله اقرا لي كل الداتا البابليك سيلز مثلا، نفترض يعني سيلز واي حاجه تكمل مثلا سيلز انفورميشن، سيلز باي تاريخ. نفترض عندي سيلز اندرسكور تاريخ مثلا، فاقرا لي كل استرك دي معناها اقرا لي كل داتا على السيلز دي. طيب وانا بشرح الماب ريديوس في شابتر 3 في الكتاب مليان تفاصيل مهمه، انا مش يعني مش هقدر الم يعني مش هقدر امسك هدوب اي بي اي واشرح جزء فيها. يعني ده مش الكونتكست بتاعنا، وانا مش هقدر اشرح كود يعني. بس فعلا يعني لو انت
يعني مش من... يعني لو انت فعلا مهتم انك انت تعرف تفاصيل اكتر محتاج تقرا هدوب ذا ديفينيتيف جايد شابتر 3 الجزء بتاع الفايل باترنز والباث فايل او الشابتر كله الجزء بتاع الفايل الفايل باترنز والباث فايل ده بيشرح لك تفصيل بقى بيقول لك انت انت ازاي ازاي هدوب بيقرا ازاي ازاي بيتشيك على الباث ازاي بيبارس الباث ازاي بيتشيك الكلام ده هوت تمام اذا ممكن تعمل كاستوم انبوت وتحط فلتر للكلام ده فلازم تشرح التسريب كله انا مش هقدر اشرح كل تفصيل شرح التسريب بس بشرح حاجات اساسيه فيه تمام طيب حاجه تانية نفترض ان انا عايز يعني احط اكتر من سنجل فايل للجوب ففي حاجه اسمها تانية هي اد انبوت باث برضه نفس الكلام اقدر احط فيها اقدر اسمها اكتر من مره بس دي سيت انبوت باث دي او باثز واحده بعد كده اقدر اد انبوت باث دي بعدين اقدر احطها اكتر من مره اوكي طيب في تفاصيل اكتر بقى ازاي بيحصل ليست الفايل ازاي الجلوب باتنز شغاله كل كان مشروح هتلاقيه بيتكلم عن الفايل ستيتس وهتلاقيه بيشرح التفاصيل بتاعه الكود ازاي ده بيحصل ايه ده مهم جدا انا ما شرحتهوش مش هو مش مهم بس عشان انا مش عايز اخش التفاصيل دي تفاصيل كود وانا يعني هي مش مهمه بس هي مش الكونتكست انا بتكلم فيه بس ستيل لو حسيتوا في حاجه حسيتني لا صعبه فعلا مش مفهومه ليكم اكتبوا لي في الكومنتس وانا هحاول ممكن اعمل فيديو مخصوص ليها لو هي مهمه فعلا طيب انا برضو بقول بليز تاني ريد شابتر 3 في هدوب ديفينيتيف جايد شابتر 3 جافا ذا جافا انترفيس اوكي طيب نكمل في الدرايفر احنا بنقول انك انت ممكن في الدرايفر تعمل قمه شويه كونفيجريشن كده وتستخدم الجلوبال هدوب كونفيجريشن يعني بدل ما اقعد احط الكونفيجريشن لجوب جوب او ممكن احط اعمل شويه كونفيجريشن يعني جنرال لهدوب والجوب باي ديفولت هتستخدم ده فناخد قاعده اي حاجه انت مش حاططها يعني اي كونفيجريشن انت مش حاططها لهدوب هدوب باي ديفولت هيقرا الجلوبال كونفيجريشن اوكي طيب حاجه تانية انا كنت بقول هنا ان اي الجزء اللي بقول ان اي كونفيجريشن انت مش تحطها هتبقى يستخدم الديفولت طيب برضه هنستخدم الجوب اوبجكشن نحط الجوب نيم وعشان نتشيك الستيت جوب اوبجكت ده بقدر تشيك منه ستيت وتشيك منه بيرتيف منه التفاصيل علاقه بالجوب نفسها ازاي بقى ده بيحصل انا ما شرحتش الحته دي ودي ممكن تكون مهمه شويه هو في كتاب شرحها بيتكلم على ازاي ده بيحصل بتعمل سبميت للجوب ايه اللي بيحصل الجوب ده بيكون حاجه جوب سبميتر والجوب سبميتر ده بيكون ازاي بيتعامل مع اليارن وبيرجع للستات ازاي انا ما شرحتهاش بس هي حته لطيفه ممكن بنعمل لها يعني فيديو لوحده بس هي مش مهمه قوي المهم انك تعرفوا ان انت بتقدر ان الجوب اوبجكت ده هو اللي بقدر ريتريف وسبميت منه تفاصيل عقب الجوب اوكي طيب حاجة من الحاجات الغريبة انا عرفتها يعني بعد مثلا ما عدت اشتغل مابريديوس فترة انها ممكن اصلا ما عملش سيت لمابريديوس كلاسز وان هدوب باي ديفولت عنده الايدنتي مابر ايدنتي ريديوسر اللي هي في الاخر يعني كل حاجة يعني في هدوب كمية ديفولت كونفيجريشنز انت مش ممكن تستها اصلا بس طبعا فيش حد يعني ايه لازم نقعد عمل كل حاجة بالشكل ده بس في يوز كيس احتجت فيها مره نعمل ايدنتيتي مابر وهنتكلم فيها ونشرحها مع بعض امتى ممكن نسمي ايدنتيتي مابر وليه هي ممكن تكون مهمه طيب لما ازاي او احنا بنيجي نونش شوب احنا في الجوب في جوب كلاس في ميثود اسمها ويت فور كومبليشن الميثود دي احنا بنستخدمها عشان يعني لونش جوب وين بول بروجريس بتاعت الجوب حاجه تانية ان هي الاوبجكت برضه بيساعد ان هو بيرايت اللوجز والسمرايزيشن بتاع الجوب بروجريس والتفاصيل بتاعتها اي لوجز بتتكتب يعني مسؤول عنها هو الاوبجكت ده لما جوب بتخلص يعني بتفينش سكسسفول بنشوف الكاونترز التفاصيل بتاعت الجوب ولو في ايرور هتظهر لنا احنا المره الجايه او بعدها هيبقى هنعمل سيشن كده ما فيهاش كود هي فيها بس هنبص على اللوجز بتاعت ما بيجوش شكلها عامل ازاي هنفتحها بالتفصيل احنا النهارده نشرح الكود في مره هنقعد نقرا اللوجز مع بعض نشوف ايه اللي بيحصل فعلا تفصيليا اوكي فما تقلقوش الحته دي لطيفه جدا يعني طيب الجوب عشان تبدا تشتغل ما بيديوس والمابر والريديوسر عندها حاجه اسمها انبوت فورمات زي ما قلنا في الـ في الـ في الليسته بتاعه الخطوات على ما بيديوس الانبوت فورمات الدرايفر عشان يقدر هنبعت للمابر فايل او بنبعت له شويه سبليت اوف فايل لازم ان احنا ندفاين حاجه اسمها انبوت فورمات ده
هو اللي بيكريت اللي هو الريكورد ريدر اللي احنا قلناه، اللي بعدين بيبارس الانبوت والاوتبوت داتا. فاحنا رجعنا للرسمه اللي كنت راسمها، هتلاقي ان اول حاجه بعد السبليت في انبوت فورمات. انبوت فورمات ده بي اي بيديفاين الايه، بيكريت الريكورد ريدر اللي هو بيقدر يبارس الانبوت كي اند فاليو، تمام، للمابر. تمام، على سبيل المثال احد اشهر الانبوت فورمات هو التكست انبوت فورمات. طيب ايه خصائصه؟ هو الديفولت بتاع هدوب اصلا. هو بيكريت حاجه اسمها لاين ريكورد ريدر اوبجكت، وده غالبا ده اللي هو السيمبل، هو بيبقى الكي بتاعه هو الاوفست بتاع اللاين، والفاليو هو اند بتاع اللاين. اي يعني بعدين يمشي كده لغايه ما يلاقي نيو لاين، ده كده الفاليو بتاعته. فالكي بتبقى الاوفست والفاليو بتبقى اللاين كله. طيب الكي والفاليوز، ايه الكي والفاليوز بتاعت هدوب؟ الكي والفاليوز بتاعت هدوب هما مش جافا اوبجكت، يعني هو مش انت سترينج بتوع هدوب بتوع مش جافا. ودي حاجه قد تكون الناس اللي هما مش جافا ديفلوبرز، مش جافا ديفلوبرز بالمناسبه، يعني ساعات بيتلخبطوا ان ايه الفرق ما بين ان التايب او الفاليو التايبس يبقى بريمتيف، ان هو حاجه تكون بريمتيف في الـ في الـ في الـ بتاع اللانجوج او بتاع جافا مثلا، وايه فعلا يبقى اوبجكت. هدوب مش بيستخدم الانت والسترينج بتوع من جافا، لا هو عنده كلاس هنشرح دلوقتي، هو عنده كلاس اللي هو الرايتابل، وان اي حاجه بتمبلمنت رايتابل. فمثلا لو عندي انت، فيبقى عندي حاجه اسمها انت رايتابل. انت رايتابل ده مثلا هو هو اكستنشن من الانت العادي، بس هو سيريلايزد بشكل عشان هدوب يقرا. هنشرح دي دلوقتي. طيب كل الفاليوز بتاعت هدوب لما عندك كيو فاليوز، الفاليوز دايما تبقى تايب رايتابل. طيب الكيز، الكيز هي برضه اوبجكتس بس بتمبلم حاجه اسمها رايتابل كومبارابل. الرايتابل كومبارابل هي زي الرايتابل، بس هو في اوبشن اللي هو الكومبارزون، وهنشرح ليه بعدين. طيب ايه بقى الرايتابل؟ هو انترفيس في هدوب. الانترفيس ده بيستخدم عشان السيريلايزيشن. وخلينا نقول السيريلايزيشن، كلمه ساعات ما حد بيسمع كلمه سيريلايزيشن تحس انها بتخض، يعني ايه سيريلايزيشن؟ هي حاجه، بصوا لما نيجي نتكلم على ماب ريدوس، هدوب، سبارك، فلينك، كافكا، السيريلايزيشن دي هي اصل، يعني هي لب الموضوع اللي اي تول ديستريبيوتد بتتعامل مع الداتا. يعني ايه؟ يعني اي تول بتتعامل مع الداتا لازم تعمل سيريلايزيشن ده بشكل ما. ما حدش بيستخدم بريمتيف تايب ابدا. ليه؟ ده سؤال حلو. ليه؟ هنشرح لكم شويه حاجات علاقه بالاوتمايزيشن وحاجات علاقه بالنتورك، بس خلينا ليه بعدين. بس نعرف دلوقتي ان الرايتابل ده هو انترفيس بيبقى مسؤول على الداتا تايب سيريلايزيشن، عشان يسيريلايز. سيريلايز قلنا معناها ان هو ترانسليت البريمتيف تايب، الجافا بريمتيف تايب لهدوب تايب، عشان يقدر ان هدوب يترانسليت يفهم ايه السترنج ده، وعشان يقدر يستخدم الشكل ده بشكل افيشنت. يعني تقصد ان انا ممكن هدوب يستخدم، يعني ايه يعني المشكله ان هدوب يستخدم سترنج على طول؟ هي مش مشكله، بس هي مش افضل حاجه، خلينا نقولها بالشكل ده. يعني يعني تفصيليا في تفاصيل كتير، بس ان جنرال اعرف ان مفيش حد بيستخدم حاجه بريمتيف تايبس دي، بيبقى في طريقه سيريلايز بشكل ما عشان تفهم الداتا. نفس الكلام بس هاخد موضوع سنه في سبارك او هدوب. سوري، في سبارك مثلا، لان انت في سبارك دايما سبارك بيعمل سيريلايزيشن للداتا عشان الميموري والريد والرايت تبقى الدنيا اوبتمايز، وانا هشرح الكلام ده بعدين. طيب فاحد الحاجات ان الانت بيبقى اسمه انت رايتابل، سترنج اسمه تكست، الدبل دبل رايتابل، لونج لونج رايتابل، هكذا. طيب طيب برضو هدوب بيستخدم الرايتابل انترفيس ده في شويه تفاصيل انت مش محتاج يعني تعرف كل تفاصيلها، بس ممكن تبص عليها بشكل جميل جدا ومشروح في الكتاب. هو بيستخدم عشان الداتا ترانسفير والنتورك اوبتمايزيشن، هو يعني اوبتمايز، يعني الرايتابل انترفيس معمول عشان كده. تمام. طيب ايه بقى رايتابل كومبارابل؟ احنا قلنا ان اي فاليوز هي رايتابل، بس قلنا اي كيز هي رايتابل كومبارابل. ليه بقى؟ اولا ايه هو الرايتابل كومبارابل؟ قلنا هو رايتابل بس هاز هو يعني هي عندها اوبشن تاني، هو كومبارابل. ايه كومبارابل؟ بيقول لك احنا نقدر نكمبير اي تو كومبارابل رايتابل كومبارابل اجينست ايتش اذر. عشان ايه؟ عشان نعرف الاوردر طبعا، خلاص كده احنا عرفناها. يعني السبب كده واضح، ان انا عندي تو كيز، نفترض اي اند بي مثلا، فانا بقدر، انا محتاج ان انا كومبير الاوردر عشان لما اجي سورت. في قلنا في النص في خطوه اسمها الشفل اند سورت، بستخدم ريتا كومبير عشان اسورت اسندنج او ديسندنج، او لو عندي انتجرز فانا عايز اسورت بشكل انتجرز، او
عندي حاجه ايا كان، عايزه صوره دبلز ايا كان، فلازم هو في اوبشن انا اقدر لما اجي اسورت يبقى في اوبشن انا اكمبير معاهم. فهو زي ما قلنا ان الكيس اوريتها كومبير عشان نقدر نديفاين الاوردرز بتاعهم. فمثلا لو عندنا ابل وكات او نمبرز عايزين نقدر نديفاين الاوردر بتاعهم، نعرف انهي هدوب يقدر يعرف انهي اني اصغر اني اكبر. وانت قلت له مثلا انا بعت لك ابل وكات وانا عايزك تديفاين اسندنج، فهو يفهم انك انت هيديفاين مثلا مثلا اللي هو الاي قبل البي وهكذا. نفس الكلام في النمبرز، وده كونسبت عام اصلا في الاوردرنج. يعني حتى لو الناس شغاله سكالا، انا مش شغال جافا قوي بس الناس شغاله سكالا، تلاقي انت ممكن تديفاين سبيسيفيك اوردرنج وتقول له انا عايز الاوردر بالشكل ده مثلا، سبيشال اوردرنج مثلا يعني. طيب ويعني بشكل واضح يعني ان هدوب بيستخدم الريتابل كومبارابل في الكيز عشان يقدر يعمل السورتد اوردر، عشان يقدر يسورت الكيز بين بعضهم اوردر ديسندنج او اسندنج زي ما قلت لكم. طيب هدوب برضو خلينا نقول ان هدوب تايبس اللي هي التايبس اللي هم الاوت اوف ذا بوكس اللي عند هدوب بيمبلمنتوا الاثنين الرايتابل والرايتابل كومبارابل. فلو عندنا انتجر فالانتجر بيمبلمنت باي ديفولت الرايتابل والرايتابل كومبارابل، السترينج بيمبلمنت الرايتابل والرايتابل كومبارابل فباي ديفولت. هل انت بقى ده سؤال كويس جدا، هل احنا ممكن ان انا اديفاين تايب جديد وديفاين الرايتابل والرايتابل كومبارابل؟ ممكن، ده سهل جدا وهو دي الفكره بتاعته يعني. طيب احنا كده خلصنا الجزء الاول درايفر المابر. انا بحاول ننجز ما نطولش فيديو قوي. المابر هو كلاس هو المابر كل ماب بتديل مع وان سنجل سبليت، ودي حته لازم تفهمها كويس جدا. المابر هي يعني هو مش عارف اي حاجه عن بقيه السبليتس الثانيه، انت تديله سبليت واحده وبيشتغل عليها، فتبقى فاهم الحته دي. الماب مثلا عندي فايل متقسم نصين، هو شغال نص تاني ملوش علاقه بالنص التاني فيه ايه، هو ماب بس بتديله بتقول له مثلا ماب لي اللاين ده الكي وفاليو بس خلاص، هو كي 1 مثلا، هو خلاص هو مش عايز اكتر من كده فاهم. هو ماب ما يعرفش ايه اللي بقيه الفايل، فالماب بيشتغل مع وان سنجل سبريد اوكي، ملوش علاقه بحاجات تانيه. مسؤول ان هو ممكن يكومباين حاجات مع بعض، هو ريديوسر او الحته شايف الصوت ريديوسر مش الماب. طيب اي ماب لازم اكستند المابر بيس كلاس، وهنشوف بعدين في الكود كمان شويه. فاي مابر بيكستند المابر بيس كلاس تمام. طيب كل المابرز لازم يبقى ليهم سبيسيفاي كي انبوت كي والفاليوز للانبوت والاوتبوت، ده منطقي جدا يعني. طيب كل الماب بيوفررايد فانكشن اسمها ماب. طب منطقي يعني، بس هي متحسيه منطقيه يعني. اي يعني هو كل المابر في فانكشن اسمها ماب، هي بتديفاين جواها انت هتماب ايه. ففي مابر كلاس، ومابر كلاس ده لازم تديفاين اوفررايد فانكشن اسمها ماب، هي اللي هي بتماب فيها. الفانكشن دي بتبص لها الكي والفاليو والكونتكست تمام. طب الكونتكست ده بيستخدم ليه؟ عشان ترايد انترميديت داتا وانفورميشن عن الجوب كونفيجريشن تمام. طيب احنا كده خلصنا مابر. ريديوسر فاست بقى هو نفس الكلام، ريديوسر بياخد كي و ايتابل اللي هو كانه كوليكشن او ليست يعني، هي مش ليست ايتابل مش ليست بس يعني نبسطها، خلينا نقول ان هو ليست اوف فاليوز او ليست اوف ليست اوف ايتابل اوبجكتس. فاحنا قلنا ان كل الفاليوز هي ايتابل، فالريديوسر بيجي له كي وايتابل اوف ايتابل اوف ايتابل اوكي. طيب وبيرسيف برضه كونتكست. كل الريديوسر بيمبلمنت بيكستند الريديوسر بيس كلاس، وكل الريديوسر المفروض هنا اول ريديوسر دي غلطه مطبعيه، المفروض اول ريديوسر لازم يسبيسيفاي كي والفاليو والكونتكست. دي مش مابر، دي غلطه هنا، المفروض دي ريديوسر. All reducer must specify key and value for intermediate and the final output. وزي ما قلنا ممكن reducer يبقى هو الفاينل reducer، ممكن يبقى هو intermediate reducer وهيبعت لي another mapper، بس لازم يديفاين input والoutput. دي reducer مش mapper، دي غلطة طيبه في الكتابة معلش. طيب كل reducer لازم override reduce method بتاخد key وبتاخد iterable وcontext تمام. طيب احنا دلوقتي خلصنا ال general basic configuration و details at map reduce. احنا هنعمل ايه؟ هنشوف بقى الكلام المثال ده بشكل تفصيلي سنة حلو، والمرات الجاية بعد ما نشوف المثال ده هيبقى
كل تركيزنا على الكود، هنشوف بقى ناخد اكزامبلز مابل جوس وهنقعد نعمل يوز كيس مختلفه. تمام. طيب هنروح دلوقتي الانتلي جي. طيب في انتلي جي هنا انا عامل بوم فايل، البوم فايل ده جواه الكونفيجريشن بتاعتي، انت بس هتحطها كده عشان اسيميوليت هادوب عشان انه لوكال. احنا هناخد اكزامبل ان احنا ازاي نطلع الجار ونرنه على هادوب كلاستر، بس النهارده احنا بس مركزين على ال ان احنا نرن لوكال دلوقتي يعني في الاكزامبل ده. طيب خلينا نقول ان احنا في شويه هتقول ايه settings ان دايما امبورتهم، الهدوب configuration، الفايل path، الماب reduce، الجوب لو ماب reduce job، والماب reducer ده التلاتة قلنا عليهم، والفايل الفايل input format والفايل output format. اوكي طيب تعالوا كده هنا تعالوا نشوف اللي عند التلاتة components. عندنا mapper انا مسميه mapper side عشان بس اوضح لكم، وهنا reducer، وعندنا المين او الدرايفر. اوكي طيب المابر بتكستند ايه؟ مابر مابر سايد، المابر كلاس تاب اكستند مابر، والريديوسر سايد بيكستند ريديوسر زي ما قلنا. طيب المابر بيبقى ليها ايه؟ ليها انبوت كيو فاليو واوتبوت كيو فاليو واضحه، والريديوسر لانبوت كيو فاليو اللي هم الانبوت بتاع المابر هو الاوفست واللاين اوف تكست، ويطلع التكست الكلمه الوورد والفاليو مثلا 1. تمام. طيب والريديوسر هياخد الكي اللي هو التكست والفاليو، وهيطلع الوورد برضه، وهيطلع السام بتاع ده. تمام. طيب الريديوسر هنا لما نيجي نتكلم على نبدا بالمابر، سوري نبدا بالمابر هنا. المابر هنا بيعمل ايه؟ المابر بي اوفرايد الفانكشن هي ماب، ماشي. الفانكشن ماب دي بتاخد كي وبتاخد فاليو وبتاخد كونتكست، ولازم كل ماب فانكشن لازم تكستند الاي او اكسبشن والانتربشن انتربت اكسبشن، لازم اعتقد لو ما عندهمش هيطلع ايرور. اوكي طيب فور سمبلستي الفانكشن دي بس في حاجه اسمها عامل سترينج توكنايزيشن، دي اللي هي لو انا عندي الفاليو تكست دي انا بس حولتها دوت تو سترينج عشان هسبلت، وهي هيحول لك اللاين وزين سبيسز للكلمات، يعني هو كده هيديك الكلمه لو انت عندك لاين مثلا زكات مثلا هيديك ذا وكات. اوكي طيب بعد كده انا هلوب اوفر السترينج توكنايزر ده، وكل مره هست الكونتكست هكتب فيه الوورد اللي هي الكلمه اللي هي اللي طالعه من الايتر ده، و ال 1 1 ده عباره عن ايه؟ 1 ده عباره عن static variable، يعني هو 1 number 1 هو يعني static variable من inter iterable of 1، انا سميته 1 يعني. حتى ممكن انك انت تقول له new iterable of 1، بس انا بس ثبتها ان هي static وهي مش هتتغير، فكده دايما هطلع له ال word و 1. تمام ده كان مابا. طب reducer نروح للريديوسر هنا، الريديوسر هيجي له كلمه وهيجي له ليست اوف الكلمه، انا عايز اعمل سم، كل الفكره بسيطه جدا، كل مره هيخش له كلمه هعمل فاريبل اسمه سم ايكوال 0، وهصم اوفر كل الفاليوز دي هصم الفاليوز اللي جايه لي، وفي الاخر الريزلت هحطها ايكوال هحط الريزلت بسم، والريزلت هي انتريتابل، انا بس عملت فاريبل اسمه ديكليرت الفاليو بس عملتلوش انشلايت عملت انشلايزيشن للفاريبل، وهنا حطيت الفاليو الريزلت تبقى ايكوال السم، وبعد كده بكتب الكي والفاينل ريزلت هي السم. يعني انا لوبت مثلا جاي لي، تخيلوا مثلا ان هنا جاي لي ذا و ليست مثلا اوف 1 و1 و1، حلو تخيلوا ان ده اللي جاي لي. فاللي هيحصل هنا ايه؟ ان انا هيبقى عندي في الاخر كي اللي هي زي ما هي، والليست دي هو هيلوب عليهم وهيصم الفاليوز هنا، فهيصم اول مره هيقول مثلا الصم هتساوي 1، بعد كده المره بعدها هتبقى 1 بلس 1، بعد كده المره بعدها تبقى 1 بلس 1، فيبقى ذا و 3. اوكي طيب نيجي لاخر حاجه هنا. اوكي طيب اخر حاجه الدرايفر، تعالوا نشوف الدرايفر شكله عامل ازاي. طيب في الدرايفر او اللي هو المين بتاعي اللي هو بيران الكود، انا بتشيك الانبوت الانبوت بارامتر، انا بباصي الانبوت فايل، الانبوت فايل هنا اللي هو شكسبير، ده الانبوت فايل ده شكسبير تكست ممكن تلاقيه اونلاين، و
الاوتبوت انا حاطط له اللي هو ده الانبوت دايركت، الاوتبوت انا حاطط له اسمه الاوتبوت دايركت. حلو، هوريكم ازاي بنرن دلوقتي. فبتشيك بس ان اي التو بارامتر دول باس للجوب كده، بديفاين خلي سيبنا كونفيجريشن اوبجكت من الكونفيجريشن كلاس، وبديفاين الجوب اوبجكت من الجوب كلاس زي ما قلنا، وبحط بباصي الكونفيجريشن ده وبباصي الجوب نيم سميتها وورد كاونت مثلا. حلو، طيب بعد كده بديفاين ايه؟ بديفاين الدرايفر اللي هو السيت جوب باي كلاس، ده اللي هو المين كلاس اللي هو اسمه سمبل وورد كاونت. اوكي، وبعد كده بديفاين المابر اللي هو المابر سايد دوت كلاس زي ما قلنا بديفاين المابر فيه. بديفاين الريديوسر الكومبايلر هنشرحه المره الجايه. الريديوسر عندنا هنا ريديوسر سايد، وعندنا الاوتبوت بتاع الجوب. انا بسيت الاوتبوت كي كلاس اللي هو تكست، والاوتبوت فاليو هو انتريتابل، وببص الفايل انبوت فورمات اللي هو الفايل انبوت باث اللي هو الشكسبير اللي هو انبوت باث، والاوتبوت اللي هو argument of 1. وبعد كده بويت اف لو جوب فينيش 0 معناه ان هي فينيش سكسسفول، 1 معناه ان هي فيل. طيب هنشوف ازاي هرن الجوب دي. انا هروح هنا في الايديت كونفيجريشن، انا هروح هنا اهوت عند الجوب بارامتر. انا ببصي هنا لو شفتوا جوب بارامتر، انا هاخدها كوي بيست بس هنا عشان اوريكم. انا ببصي هنا الانبوت فولدر، ببصي فيه شكسبير دوت تكست، وبطلع الاوتبوت فولدر وورد كاونت. تمام، فببصيهم للجوب كاني بعمل للناس اللي هم ديفلوبر جافا، كان عامل جافا جار وببصي جار نيم وسبيس وببصي بارامترز، ده اللي بيحصل هنا اهوت. تمام، دول الحاجات التانية مش مهمة، اللوجينج والكلام ده انا بسيت يعني قفلت اللوجينج عشان نقدر نشوفها سوا، عشان بس ما يبقاش فيه زحمة على الشاشة وانا بسجل. طيب دلوقتي المفروض لو انا رنيت مفترض يعني هيطلع لي الاوتبوت تحت الفولدر اوتبوت ده، يطلع لي ال شكسبير فايل ده بارسد باي كي وفاليو. فدلوقتي فتحت هنا الاوتبوت فايل وورد كاونت اهو، هروح عند بارت 0 هيطلع لي مثلا اللي هي كل كلمه مثلا وات ايفر كول بلاك 1 كوب هام 4 وات ايفر يعني. ماشي، انا برضو كنت افكر يعني جزء من الاوبتمايزيشن السكريبت ده ان انا ايه اشيل منه يعني عشان التكست يطلع نظيف، نشيل منه السبيشال كاركتر، اعمل لو في كلمه upper ولور احطهم كانهم واحد، اشيل الستريب بس. انا قلت يعني هكيب سيمبل، مش عايز اعمل الكلام ده، هو سيمبل وورد كاونت اكزامبل. ده كده يعني بيزك ايه هو الوورد كاونت اكزامبل اللي احنا عايزين يعني شغال ازاي. ده المابر ريديوسر. المره الجايه هنبدا ناخد مش نصعب الدنيا، بس نبدا نحط كومبوننت زياده ونزود جزء تاني في الكود. وبعد كده هنبدا نشوف ازاي ممكن نسبميت الجار، نشوف اللوجز، وبعد كده هنكمل ان شاء الله. اشوفكم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.